حلم حياتك ايش هو؟ والله لحد الان ما فيش معي حلم. يعني عايش كذا بدون حلم بدون شيء؟ لا، لو في معي حلم بيكون ان شاء الله اخرج من البلاد هذه. تخرج من اليمن؟ ليش؟ ما فيش حلم بيتحقق لك في اليمن ليش؟ لا ما فيش. الطب هل حققت هذا الحلم؟ ايوه جالس ادرسه الان. سنه كم في الطب؟ سنه ثاني. ترى انه اذا حققت حلمك في الطب ستنجح في اليمن ان شاء الله. اكيد انا درست طب لا عشان اثبت ولائي للوطن واعالج الجرحى وحاجات كثير. باذن الله نتمنى لك التوفيق في هذا الحلم. طب حياتي مستقبلي. مستقبلك علشان نحقق مستقبلنا عندنا طموح او حلم يجب ان نحققه، ما هذا الحلم؟ نحن ندرس نعمل الواجب، يعني دراستنا نعمل ندرس وهذا لكي نشوف نرى مستقبلنا امامنا. شوف انك في اليمن بتستطيع تحقق مستقبلك او ضروري تخرج خارج اليمن عشان تحققه؟ داخل اليمن صعب، انا راكن على الخارج. شباب حلم حياتك؟ حلم حياتي كان اشياء كثيره، بس بسبب الوضع والحرب اللي احنا باليمن اصبح حلم حياتي ان تصلح البلاد والوضع والامن والامان. تعتقد هذا الحلم سيتحقق في يوم ما؟ بيتحقق لو تكاتفوا ابناء المدينه وابناء اليمن بيتحقق، اما اذا هم ظلوا كذا منفصلين ما بيتحققش. ايش حلم حياتك؟ الصحه والعافيه. كل احنا نبحث عن الصحه والعافيه، لكن حلم شخصي تريد ان تحققه؟ الزواج. لهذه الدرجة الزواج أصبح صعب في اليمن؟ أكيد. أين الصعوبة؟ الصعوبة إن إحنا ما بوش شغل ولا أعمال ولا شيء، وإحنا متور نشتغل باليوم ب1500 نخزن بيع ولا نقدر نصرف، يعني نهكيب ولا شيء. وداني شيء يعني يا الله وأنت تكفي يومك الشخصي. تعتقد بيجي يوم وبتكون عريس؟ ان شاء الله. لا في عمر عافيه بنقي ولا بالزواج بالجنه. حلمك هذا بتستطيع تحقيقه في اليمن ولا يتطلب الخروج خارج؟ والله العظيم يا الله العاش فيها مجاهد والميت فيها شهيد. بلادي دي اين نروح؟ باذن الله يتحسن الوضع في اليمن ويتحقق حلم كل اليمنيين على من يحب ويرضى ان شاء الله. ما هو حلم حياتك؟ ان نتفوق، ان ندرس نكمل العلم حقنا ونحصل على شهاده تقديريه تمام. تعتقد الحلم هذا سيتحقق وانت موجود في اليمن؟ ان شاء الله. ما هو حلم حياتك؟ ما فيش حلم. كيف ما فيش حلم؟ معقول شاب بعمرك وما فيش عنده حلم في الحياه؟ اسال هذا. والله ما ابغى ما اقول له. انت كشاب يمني ما هو طموحك الشخصي الذي تريد تحقيقه؟ طموحي اول شيء ان البلاد تكون بامن وامان واستقرار، بعد ذلك بعد ما تكون الوضع مستقر يعني طموحي ان نحصل على وظائف، يعني الدراسه اللي تعبنا بها ومجهودنا يعني ما يروح سدى. ان احنا مثلا الحلم اللي احنا بنتبهه ان انا مثلا درست هندسه احصل مجال عملي هنا بدل ما اغترب بدوله ثانيه ولا. تعتقد هل ستحقق حلمك وانت موجود في اليمن؟ ان شاء الله نحقق حلم حياتك. بزنس مان رجل اعمال. بتحقق حلمك وانت موجود في اليمن، وما هي المعوقات؟ المعوقات طبعا الامن والامان، يعني اغلب التجار الان اول ما يصل تاجر يجي له مسلح قتله يجي له، لكن اذا في امن وامان سوف نحقق داخل اليمن ان شاء الله. انت كشاب يمني ما هو طموحك؟ يعني ان انا انمي اليمن، اطلع ان انا اكون فائده لليمن، نفس كذا حاجه يعني اخدم باليمن عشان ترتفع. طيب هذا بالنسبه لمستوى اليمن، انت كمستوى الشخصي ايش طموحك تكون؟ يعني بدخل ان شاء الله صيدله. ليش اخترت الصيدله بالضبط؟ لانك اذا تشوف الامراض هنا يحتاجوا لعلاجات، وانا بكبر بنمي عشان يكون اصل لاعلام علاجات. سؤال، ما هو طموحك؟ والله ما انا كل مهندس والله، وإن شاء الله المستقبل. ولا أنت كشاب يمني ما هو طموح حياتك؟ يعني تمني حياتي إن يعني نصير آمنين بالوطن، نبني مستقبل،
نشقينا على عائلتنا وعلى جهلنا وعلى هذا تمنينا. كمل دراستنا وني تخرج ان شاء الله. اي تخصص تدرس؟ مختبرات. مختبرات، تعتقد انك بتحقق شيء وانت على ارض اليمن او ضروري من اجل تحقيق حلمك ان تهاجر من هذا البلد؟ ان شاء الله اننا احقق كل امنياتي اخدم وطني ان شاء الله. انا حياتي ان الوضع يهدأ وتصلح الامور وتكون كل شيء على ما كان ترجع لنا حياتنا مثل ما كنا من قبل. اصبح هذا اكبر طموح واكبر حلم تتمنى في حياتك؟ اه. ليش؟ لان احنا نشتي نحس بالامان، نشتي نحس بمستقبلنا كيف كان من قبل، نشتي نعمل مستقبلنا نرجع مثل ما كنا من قبل. سؤال، ما هو حلم حياتك؟ حلم الحياه رضا الله سبحانه وتعالى. رضا الله، هل نلت هذا الحلم؟ ان شاء الله نحن في 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 في, في الطريق لنيل هذا الحلم ان شاء الله. ان شاء الله نوفقنا هذا الحلم. ما هو حلم حياتك؟ ان تكون اليمن بخير ان شاء الله. تعتقد ان هذا الحلم سيتحقق ذات يوم؟ والله يحتاج له وقت طويل. لماذا يحتاج وقت طويل؟ لانه لا يوجد تكاتف من اليمنيين كامل، هذا هو السر. ما هي أقدم جامعة في العالم؟ العالم والله العالم مش عارف، عدن يعني تقريبا. جامعة عدن؟ إيه؟ ليست جامعة عدن بس مش عارف. أقدم. ما هي أقدم جامعة في العالم؟ جامعة الأزهر. جامعة الأزهر في القاهرة، لكن ليست هي أقدم جامعة في العالم. أقدم جامعة في العالم جامعة بزبيد، محافظة زبيد أعتقد. في زبيد، في زبيد هناك جامعات ومساجد قديمة جدا، لكن هناك ما هو أقدم منها ليست زبيد. والله ما شعر، والله ما أدريش. يلا ما أدري. أول جامعة، أول جامعة تأسست في العالم إسلامية، قد تكون إسلامية قد تكون القيروان. القيروان تونس، مش القيروان وليست بتونس، يعني بالمغرب العربي. بالمغرب ايش اسمها؟ فسطاط. ليش؟ اكسفورد. لا اكسفورد ليست اكسفورد. بولونيا. بولدين. بولونيا جامعة المانية، وفي جامعة ايطالية ايضا، في جامعة المانية اللي هامبولد. هي اول جامعة تأسست في العالم. هي اول جامعة تأسست في العالم. هي اول جامعة تأسست في العالم. جامعات قرطبة. قرطبة في تونس، غير صحيح. جاءتنا بسؤال لا هيهن. هي ليست في بريطانيا، ليست في بريطانيا، في دولة عربية. دولة عربية مصر. إذن أنا لا أريد الدولة، أريد اسم الجامعة. الجامعة الأمريكية. جامعة القاهرة في مصر. جامعة القاهرة في أقدم منها. أقدم من القاهرة أسيوط وهو الدقي، جامعة الدقي، المسميات حق أقدم جامعة في العالم. والله ما أقول لك. اسكندرية. جامعة اسكندرية. بريطانيا. ليش اخترت بريطانيا؟ كذا طلع براسي، ما أدري شو طلع براسي. بريطانيا. ما هي أقدم جامعة في العالم؟ جامعة عين شمس.